يقول أنا رجل بعد الجماع يحصل معي بطء في انقطاع المني أو المذي، وأحيانا يستمر لوقت طويل إلى وقت الصلاة، فماذا أفعل؟ إن كان هذا من باب الوسواس وليس له حقيقة وإنما هو وسواس من الشيطان، عليك أن تتركه ولا تلتفت إليه. أما إن كان حقيقة ينزل منك شيء فلا تستعجل بعد البول، لا تستعجل حتى ينشف المخرج، تنشفه، فإذا نشف تتوضأ وتصلي. نعم.